السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حلقتنا حلقة جديدة، وان شاء الله حنتكلم فيها عن اهم الخطوات اللي لازم تعملها قبل زراعة الفول الاخضر. فطبعا قبل بداية حلقتنا اتمنى تعمل اشتراك القناة ولايك اذا عجبكم الفيديو، وتشاهدوا معنا الحلقة للنهاية. طبعا قبل زراعة الفول الاخضر لازم تقوم بعمل هذه الخطوات قبل ما تزرع الفول. طبعا الفول الاخضر من اهم المحاصيل الشتوية اللي بتبدأ زراعته من شهر 10 ويمتد لغاية شهر 2 ممكن نزرع فيه الفول الأخضر. ولكن طبعا لازم في خطوات لازم تعملها قبل ما تزرع الفول الأخضر، يعني ممنوع ري التربة أو وضع البذور بشكل عشوائي. طبعا في خطوات لازم نعملها قبل ما نزرع الفول الأخضر، إن شاء الله حنتابعها خطوة خطوة في هذا الفيديو. طبعا قبل التفكير في زراعة الفول الأخضر لازم أهم نقطة تتأكد من المكان المزروع فيه النبات. أول حاجة لازم تصل له أشعة الشمس، طبعا قبل التربة سواء طينية أو رملية أو أي نوع لازم تأكد أنه الشمس تصل المكان المزروع فيه، لأنه طبعا الفول بدون شمس مش هيعطي إنتاج أبدا. فأول حاجة لازم تأكد من المكان تصل له أشعة الشمس. وطبعا لو تتذكروا المكان هذا اللي احنا بنزرع فيه الفول كل عام، لاحظنا منكم في المكان هذا تصل أشعة الشمس، فبالتالي ممتاز جدا لزراعة الفول الأخضر. طبعا الخطوة رقم 2 هي نوعية التربة. كذلك طبعا نوعية التربة ممكن تأثر على الإنتاج في المستقبل، لأنه طبعا التربة الرملية بتختلف عن التربة الطينية اللي تكون بالشكل هذا، وطبعا بتختلف عن التربة الطينية اللي تكون شديدة الملوحة أو فيها نسبة ملوحة ممكن تأثر على نبات. فطبعا أفضل تربة لزراعة الفول الأخضر هي التربة الطينية بالشكل هذا مثل ما تلاحظوا، وطبعا خالية من الملوحة أو من الأملاح. وطبعا ثالث خطوة لازم أو ضروري يتم إضافة السماد العضوي للتربة، لأنه طبعا السماد العضوي مهم جدا جدا لنبات الفول خاصة قبل الزراعة، يعني ممنوع أن احنا نزرع وبعدها يتم إضافة السماد العضوي. طبعا هو ممكن ولكن أفضل موعد لازم يتم إضافة السماد العضوي قبل الزراعة، لأنه طبعا يعني الجذور حتاخذ الغذاء من السماد لما يكون في أسفل التربة. فالخطوة الثالثة لازم تسمد بالسماد العضوي قبل الزراعة. وطبعا آخر خطوة لازم يتوفر الماء بالنسبة للمكان اللي زرعه، سواء أراضي كبيرة أو مكان صغير في الحديقة لازم توفر الماء، لأنه طبعا الفول بيحتاج للماء. وطبعا في ناس بتقول لك الفول ما بيحتاج للماء، فهذا خاطئ جدا. طبعا أي نبات في العالم بيحتاج للماء، فضروري يتم أو يتوفر الماء بالنسبة للفول طبعا بكميات قليلة. أو طبعا المهم انه احنا نروي النبات، طبعا كل اسبوع على الاقل لازم نروي الفول مرتين او ثلاثة طبعا على حسب حالة الطقس. وان شاء الله مثل ما عودناكم في القناة احنا ان شاء الله حنزرع الفول كل الخطوات وكل التفصيل، يعني مثل ما عودناكم في القناة، وان شاء الله حنتابعوا خطوة خطوة لغاية الحصاد. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم. لو عندكم اي سؤال اتمنى تكتبوه اسفل التعليقات، وان شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.